هناك رسالة جاءت من الكنوز الوطنية يرجى التحقق. إذا اقتربت الحياة من حافة النهاية لا أحد يتجنب المصير المحتوم حتى ولو كان إمبراطورا، ولكن ربما يمكن لعربة جميلة تجرها الخيول نقله إلى مكان بعيد حلم به ذات يوم. إذن هل امتلاك مثل هذه العربة يعني الخلود؟ في شتاء عام 1980 اكتشفت أقماء العربة والخيول البرونزيان على التوالي في الجانب الغربي لضريح الإمبراطور تشين شي هوانغ في لينتون. العربة رقم واحد تركب وقوفة وتسمى العربة العالية. العربة والخيول والكماليات كلها كاملة، وحتى ملامح القائد دقيقة جداً أيضاً. صنعت العربة والخيول من البرونز، وكماليات الخيول مزخرفة بالذهب والفضة، وتوجد رسومات ملونة في بعض الأجزاء. يعتبر طقم العربة والخيول هذا أعلى مستوى وأكثر اكتمالاً بين تماثيل العربات والخيول الأثرية التي اكتشفت في الصين حتى الآن، ويعكس استخدام المعادن الثمينة طموح الإمبراطور تشين شي هوانغ بالانطلاق من الموت عبر السفر إلى أبعد مكان. يبلغ ارتفاع العربة 152 سنتيمترا وطولها 225 سنتيمترا، ويعادل حجمها نصف حجم العربة الحقيقية. ورغم هذا يمتاز الطقم عن الأشياء الجنائزية الأخرى بدقته التي لا مثيل لها، ويتجاوز وزنه طنا، وهو ليس تمثالاً جامداً بل يتكون من أكثر من 3000 قطعة. هناك كثير من القطع مجوفة من الداخل، أما قطع الغيار العريضة والرقيقة فهي مصبوبة. قطع الغيار المعقدة صنعت منفصلة ثم ربطت وركبت بالمسامير أو الأزرار أو المفصلات المعدنية لتكون طقماً كاملاً. وفي وقت لم يكن من السهل سبك وتركيب هذا العدد الكبير والأشكال المختلفة من القطع، تمثل عملية تصنيع وتركيب العربة والخيول بصورة جميلة تجعلنا نشعر بالتقدير لهذه الحضارة العظيمة. تأسست أسرة تشين الملكية في عام 221 قبل الميلاد، وخطط تشين شي هوانغ الذي يعتبر أول إمبراطور في الصين لوضع نظام مثالي للدولة، حيث أسس نظام المقاطعات والمحافظات التي تديرها الحكومة المركزية، ووحد اللغة ومهد الطرق في كل أنحاء البلاد. وقد ظهرت الطرق السريعة في أسرة تشين مؤسسة للمعايير الوطنية لمسارات السيارات بعد ذلك. وقام الإمبراطور تشين شي هوانغ بخمس جولات تفقدية لهذه الطرق، وفي النهاية انتهت حياته على طريق السفر، حيث تحولت القافلة الإمبراطورية الفخمة إلى فريق جنائزي مأساوي دخل الضريح مباشرة. وفي الضريح تقف العربة وخيولها جاهزة للانطلاق تنتظر روح صاحبها الإمبراطور. انهارت الإمبراطورية وتآكلت البرونزيات، فهل ستصل هذه العربة التي لم تنطلق قط إلى أبعد مكان؟
سعته ليست سوى لتر واحد، وحجمه ليس كبيرا، ويبدو غير جميل، لكن النقوش غير الواضحة عليه تشير إلى أنه ليس شيئا عاديا. المقياس الوحدة العالم، هذه اللحظات الحاسمة التي قررت اتجاه التاريخ الصيني محفورة عليه. شانغ هو وحدة للسعة، وكذا مكيال لقياس الغذاء. المقطع شانغ المحفور على عظام الحيوانات يشبه حبة من الحبوب على ملعقة طويلة، صنع من البرونز، مستطيل الشكل، جداره مستقيم مع مقبض قصير. تم نقش 32 حرفاً على خارجه مثل شهادة الميلاد، مع ذكر وقت ولادته وحجمه واسم مصممه. داليانغ زاو يانغ هو شانغ يانغ. داليانغ زاو كان المنصب الذي شغله عندما ترأس الإصلاح السياسي، وهو أعلى منصب رسمي في مملكة تشين في ذلك الوقت. خلال فترة الممالك المتحاربة كانت الحرب بين الأمراء أكثر شراسة، ومن أجل البقاء على قيد الحياة في المنافسة الوحشية قامت الممالك بإصلاحات. كيف تمكنت مملكة تشين من النجاح أولاً في الإصلاح مع أنها بدأت متأخرة؟ نصب قطعة خشبية بارتفاع 3 جانغ خارج البوابة الجنوبية، وأخبر الناس أن من يستطيع نقل الخشب إلى البوابة الشمالية سيعطيه مكافأة. لم يجرؤ أحد على المحاولة، وعندما زاد المكافأة بخمسة أضعاف نقل شخص أخيراً الخشب إلى البوابة الشمالية، وأوفى تشانغ يانغ بوعده على الفور. اكتسب القانون الجديد ثقة الناس، بدأت رسمياً عملية توحيد المقاييس والمكاييل والموازين. المقاييس لقياس الطول، المكاييل لقياس السعة، الموازين لقياس الوزن. في ذلك الوقت تفاوتت المقاييس والمكاييل والموازين بين الممالك المختلفة، وحتى داخل المملكة الواحدة بات الاختلاف كبيرا. حدد شانغ يانغ سعة اللتر، وصنع مكيالا قياسيا لللتر الواحد. بهذه الطريقة اللتر الواحد من الأرز لا يختلف في أماكن مختلفة، وعلى نفس المساحة من الأراضي ليكون قياس الإنتاجية مختلفة، وفرضت المملكة ضرائب على الغذاء وفقا لذلك. كانت الضرائب المستمرة تدعم مملكة تشين لشن حرب على الممالك الست. هذا هو المرسوم الإمبراطوري الذي كان محفورا في الجزء السفلي من مكيال فانغ شانغ بعد أن نجح الإمبراطور شين شي هوانغ في توحيد الممالك الست. في عام 221 قبل الميلاد قام الإمبراطور بتوحيد أمراء العالم، حيث عاش الناس في أمان، وأطلق على نفسه اسم الإمبراطور، وأمر المسؤولين بتوحيد المقاييس والمكاييل والموازين. وكان لابد من تحديد الأشياء المشكوك فيها، يعني أن العالم قد توحد وعاش الناس في أمان، وبدأ توحيد المقاييس والمكاييل والموازين. لا تتجاوز المسافة بين مرسوم الإمبراطور تشين شي هوانغ والكلمات المحفورة في وقت إصلاح شانغ يانغ سنتيمترين، ولكن فجوة الوقت بينهما 123 عاما، مما يعني أن مكيال فانغ شانغ قد تحول من مقياس مملكة إلى مقياس عالمي. في مملكة قائمة على أساس الزراعة يمكن أن يكون المزارع أميا وبدون عربة، ولكن لا بد له من دفع الضرائب. تمكن أسلاف الصينيين الذين كانوا يعيشون في الأراضي الشاسعة من تكوين فهم موحد لبلد كبير. شانغ يولد مقاييس البلد حتى العالم. في عام 2018 تجرى أعمال استعادة البيانات لمجموعة من الكنوز الوطنية. تحفظ الألواح الخشبية ليه لأسرة تشين حالياً في متحف الألواح الخشبية
لإياب مقاطعة هونان. على الرغم من أن الألواح الخشبية هذه تبدو غير بارزة، إلا أنه تكمن فيها الكثير من المعلومات القادمة من إحدى المحافظات في عهد تشين. في يونيو من عام 2002 تم اكتشاف أكثر من 37,400 لوح خشبي داخل بئر بغرب مقاطعة هونان. 这片清简上记录的内容，我们可以看到字迹已经很不清晰了。它经过火烧过、水泡过，就很难再现它本身的这个原貌。但是我们通过一些技术，比如说多光谱的采集，可以把它很好的再浮现出来。 هناك أسرة كانت تعيش في نانيانغ، ويتمتع رب الأسرة بالمرتبة النبيلة من الدرجة الرابعة، واسم زوجته يو، ولديهما ابن يدعى تساو سي. وثيقة إحدى الأسر قبل 2200 عام، وكانوا يعيشون في نانيانغ، والآن تم لم شمل أفراد الأسرة على هذه اللوحة الخشبية. 是不是很像我们现在的户口本？我还知道有一片。 وو ساو أهل هانشان في هاندان. بشرته صفراء نسبية، وجهه بيضاوي، طوله 1.7 متر. سجلت هذه اللوحة حالة رجل يدعى وو ساو، كان يعيش في هانشان، وبشرته صفراء نسبيا، ووجهه بيضاوي، وطوله 1.7 متر. بفضل وجود اللوح الخشبي لا يمكن لأحد أن ينتحل اسمه ويحل محله، كما ساعد السلطات المعنية على تحديد هويته خلال فحص تداول السكان. نفذ الإمبراطور الأول تشين شي هوانغ نظام المحافظات والولايات. تم إنشاء أكثر من 40 ولاية. تقع محافظة تشانلين الصغيرة في ولاية دونغتينغ. كانوا يكتبون الوثائق الرسمية يوما بعد يوم لإكمال الألواح الخشبية ليه لأسرة تشين. تسجل غالبية الألواح الخشبية تاريخ عهد أسرة تشين ما بعد توحيد الإمبراطور تشين للولايات، وتحكي ما حدث خلال الفترة من عام 221 قبل الميلاد إلى 209 قبل الميلاد بشكل كامل. تشبه أكثر من 37,000 لوح خشبي موسوعة الحياة في عهد أسرة تشين، حيث تغطي جميع الجوانب في تلك الأسرة مثل البريد العادي والبناء الإداري والمبيعات والحساب والملاحظات. وتظهر إدارة تشغيل إحدى المحافظات بموجب نظام المحافظات والولايات في عهد أسرة تشين. في العام 28 من عهد الإمبراطور تشين شي هوانغ شهدت محافظة تشانلين معدل وفيات مرتفع للخدم. في العام 32 باع مسؤول المستودعات في المحافظة بقية الخمور إلى تشانغ. في نفس العام بلغ عدد الأسر في محافظة تشانلين أكثر من 55,000. تسجل الألواح الثلاثة منها أقدم جدول ضرب مسجل في التاريخ. تستخدم السجلات التاريخية الرسمية أقل من 1000 كلمة لرسم نظام الإدارة والحياة الاجتماعية في عهد أسرة تشين. أما الألواح الخشبية ليه فتحكي أكثر من 37,000 حدث تاريخي ب 200,000 كلمة، حيث تحكي عن خلية أسرة تشين وحتى إعادة إحياء تلك الحقبة. ما زالت قصص المسؤولين الصغار والمدنيين العاديين موجودة في هذه الألواح، ويمكننا قراءتها وفهمها وتصورها من أجل الكشف عن تاريخ وحياة أسرة تشين. الغابات الاستوائية والمستنقعات والأراضي المغطاة بالميزمة هي أراضي نانيوا، وكانت أراضي خصبة في رأي الإمبراطور تشين شي هوانغ قبل 2000 سنة. تشاو توا كان يأتي بأمر الإمبراطور تشين شي هوانغ لفتح الأراضي الواقعة جنوب الجبال الخمسة. كان يحافظ على سلام هذه الرقعة من الأرض لأسرة هان.
هذا الملك الذي جاء من وسط الصين قد يكون اعتلى العرش لأطول فترة في تاريخها، ويبدو أنه من أهل يو حسب هيئته. عندما اعتلى جاومو العرش ليصبح الملك الثاني بعد والده، دخل التاريخ عهد أسرة هان، وفي أقل من عقدين بعد وفاته أطيح بدولة نان يوا. أما مقبرته فبقيت هادئة تحت الأرض حتى تم اكتشافها في عام 1983. اليشم يعني الأحجار الحسنة، منحه الصينيون حياة ومغزى غنية، قد يرمز إلى الأخلاق الحميدة، وقد يرمز إلى الغنى والثروة، وقد يصاحب الإنسان طوال حياته وبعد مماته. كانت أدوات اليشم موجودة في مختلف المناسبات في حياة الإنسان وبعد مماته، وكانت تستخدم في المراسم وللتزيين وكأدوات عادية. كانت دولة نانيوا برغم من أنها وقعت على حدود الخارطة لدولة موحدة، تسعى وراء اليشم بحماسة مثل مناطق الوسط. كأس يشمي لشرب الخمر، علاقات يشمية للثياب، قلادة معلقة على العنق، وحلبة يشمية مربوطة على الخصر، حتى أحجار يشمية لطيفة تستخدم للعبة الشطرنج. من الملاحظ أن جاو موا صاحب مقبرة ملك نانيوا كان معجبا باليشم كثيرا. هذا كأس يشمي على شكل قرن، قد يكمن فيه أمل صانعه في أن يكون كأسا مسالما. استعارة من وظيفة قرن وحيد القرن لإذابة المواد السامة. ومن الملاحظ أن صاحب الكأس كان قادرا على شرب الكثير من الخمر. على الجانب الخارجي للكأس نحتت صورة وحش كوية الصينية التقليدي. كانت صورة التنين موجودة على كل أدوات التزيين اليشمية لأسرة هان. هذه حلبة يشمية بشكل التنين، حلقة يشمية بشكل التنين، هي حلبة يشمية ذات حلقتين مزدوجتين مع صورة التنين والعنقاء. كانت توضع على وجه ملك نانيوا منذ 2000 سنة كأنها حدقة عين تنظر إلى مكان لا يراه الإنسان. التنين على الحلقة الداخلية يحمل العنقاء على الحلقة الخارجية، يأخذ كل منهما بيد الآخر. ووضع النحات تزيينا يختلف توجهه عن الحلقتين الخارجية والداخلية لكي يشعر الإنسان بدوار الحلقتين. يلبس اليشم على قيد الحياة للاقتباس من أخلاقه، ويلبس اليشم من بعد وفاته لمواساة روحه. استخدام الأدوات اليشمية عند الدفن يساهم في الحفاظ على وحدة روح صاحب المقبرة حتى لا تتشتت. في مراسم الجنازة لأباطرة وملوك أسرة هان يعبر اليشم عن أمل الإنسان في ضمان سلامة الأباطرة والملوك الذين يلبسونه كالثياب بعد نزولهم إلى الينابيع التسعة تحت الأرض. يمتلك هذا الثوب اليشمي المربوط بأسلاك حريرية التابع لملك نانيو تشاومو شريانه الأحمر الخاص به. اليشم هنا قد ورث ثقافة اليشم الأصلية من وسط الصين، بينما تمزجت فيه الميزات الخاصة بأراضي ما وراء البحار. اليشم يعني جمال الحجارة، وكلمة يشم في اللغة الصينية أكثر من كلمة ملك بنقطة واحدة. لا بد للإنسان ولو كان ملكا أن يتلاشى في جريان الوقت، لكن مع وجود اليشم يمتلك قوة أكبر قليلا لكي يقف جنبا لجنب مع الوقت ويتطلع إلى الحياة الأبدية. في مكان غير بعيد عن مقبرة الإمبراطور وودي من أسرة هان يوجد قبر هو تشيوبينغ الجنرال الشهير، وحوله منحوتات حجرية على الجبل تخليدا لذكرى هذا الجنرال الشاب في التاريخ الصيني القديم. حجر منحوت على هيئة رجل مع تعبير مؤلم مثل علامة استفهام. عندما يتعلق الأمر بالبقايا على قيد الحياة أو مغادرتها تصبح الحرب أمرا لا مفر منه.
تجذب الأراضي الخصبة للسهول الوسطى الوحوش، وتعبر صورة الحجر عن الجشع والشراسة، فالأغنام تدخل فم الوحش، ما يعكس قانون الغاب حيث يأكل القوي الضعيف. إن الهونة في أوائل عهد أسرة هان الغربية كانوا يسيطرون على المنطقة الغربية، وقد غزا الفرسان الأقوياء حدود هان بشكل متكرر وأصبحوا منافسين مخيفين. في حوالي عام 140 قبل الميلاد ورث الإمبراطور وودي ليوتشا العرش وعمره 16 سنة، وولد الجنرال خو تشي بينغ في نفس السنة. كانت أسرة هان قد تأسست منذ 62 عاما كحصان شاب يقفز إلى الساحة العالمية. رجل الحجر القوي يحمل دبا بريا شرسا، ما يعكس الحرب المثيرة. لا يمكن للدب أن يهرب من يد الرجل. لقد حارب الجنرال هو تشي بينغ في الصحراء وقاتل قبائل من الهون في 6 أيام. كان الشاب البالغ من العمر 19 عاما قد دخل معسكر العدو بمفرده، وكأن لديه 1000 جندي وخيول ليستسلم له عشرات الآلاف من الجنود الهون. حصان حربي عظيم مزهوم بنفسه جدا، ومقاتل من أبناء الهون ملقى تحت بطن الحصان وظهره على الأرض، يحمل السهام في اليد اليمين ويمسك القوس في يده اليسرى، على شفا الموت لكنه غير قادر على الحركة. في عام 119 قبل الميلاد أقام هو تشي بينغ البالغ من العمر 21 عاما احتفال عبادة للسماء والأرض في الجبال، وبعد ذلك طارد هو قبائل الهون إلى هانهاي. وخلال هذه المعركة هرب الهون بعيدا وانتهت سلطتهم في جنوب الصحراء، وتمكنت أسرة هان منذ ذلك الحين من مواجهة عالم أوسع. شبه المؤرخ العظيم سيما تشيان حياة هو بالبرق، حيث وسع الحدود وفتح الطريق إلى بلدان المنطقة الغربية وفاز على الهون. وفي عام 117 قبل الميلاد توفي هو تشي بينغ وعمره 23 عاما. وبقيت كلماته في الآذان: لم يقضى على الهون بعد، كيف أتمتع بالبيت؟ المنحوتات الحجرية على البراري صامتة، ولكنها تختلف في بساطتها وخشونتها عن الأنماط الواقعية للأجيال المتأخرة. الصخرة خالدة وطموحها باق إلى الأبد. وفي حين اختفت حياة البرق على الأرض، فقد ظهرت الحياة البرية في الحجر. ومن خلال النحت على الصخرة تكررت القصة مرارا عبر الزمن. تتقاطع وتتشابك خطوط العرض والطول للأرض عمودياً وأفقياً لتحديد الجبال والأنهار والمدن. توضح الإحداثيات والطرق الاتجاهات التي ترسمها بصمات الأقدام ذهاباً وإياباً، وتلتقي الرياح التي تهب من الشرق والغرب عند مفترق الطرق. تتجمع مياه ثلجية من سفح جبال كونلون الشمالي إلى نهر يختفي في أعماق الصحراء، حيث الدولة القديمة الساحرة مغطاة تحت الرمال عند نهاية مجرى النهر. في عام 1995 اكتشفت البعثة المشتركة الصينية اليابانية مجموعات كبيرة من الأقمشة، كما اكتشفت درعا لحماية الذراع مربع الشكل على جانب الذراع الأيمن.
درع الذراع هذه مقطوعة من نسيج قماش ذي 5 طوابق من الخيوط، وتوجد 6 حبال ربط على الحافة، ونسجت السحب والنجوم والنباتات والطيور والحيوانات من خلال الخيوط الملونة الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر والأبيض لتزيين معصم النبيل. كانت هذه الأشياء ترمز إلى عالم خيالي جميل، وأصبحت زينة منتشرة في عهد أسرة هان. انتشرت العادات والتقاليد لأسرة هان الغربية من الشرق إلى الغرب، وعلى هذا النسيج توجد 8 كلمات صينية مرتبة من اليمين إلى اليسار، ومعناها تألق الكواكب 5 في الشرق في صالح الصين، وهي جملة مباركة كانت تستخدم في تنجيم الكواكب 5، وهي الزهرة والمشترى وعطارد والمريخ وزحل. وكان الصينيون القدماء يعتقدون أن الأرض تنقسم إلى 9 ولايات، وتقع الصين في السهول الوسطى، وكلما تألقت الكواكب 5 في الشرق تستفيد السهول الوسطى من هذه الظاهرة. الأقمشة منسوجة من تراكب الخيوط، أما الرسوم والحروف فتتشكل من اختلاط الألوان. هذه البقعة من القماش الدقيق ترمز إلى أمنية جميلة من خلال كثافة الخطوط التي تم نسجها بعناية ودقة. يوجد 220 خط عرض و48 خط طول بكل سنتيمتر مربع من هذا النسيج لتثبيت دقته وكثافته. وتبرز فنون النزي الحريري خلال القرن الثاني حتى القرن الثالث. قدمت 4 نماذج لآلة التطريز لمنسوجات سيتشوان اكتشفت في مقبرة لاوغوانشان بمدينة جوندو بمقاطعة سيتشوان أدلة لإعادة إنتاجها. استغرق متحف الحرير الصيني سنة كاملة في استنساخ النسيج المطرز بالكواكب 5 مستعينا بتقنية أسرة هان الأصلية، الأمر الذي أظهر صورة شاملة مع جمل كاملة لهذا النسيج أمام العالم. وفي حين انتشرت المنسوجات الحريرية إلى الغرب مثل الرياح الشرقية القوية، بدأت الأقمشة الصوفية والقطنية طريق انتشارها بالاتجاه المعاكس. تقبلت أطلال طريق الحرير عوامل خارجية متنوعة مثل المنسوجات الصوفية مع صور أحصنة رؤوسها بشرية، إضافة إلى محاربين ومنسوجات قطنية مطبوعة عليها الآلهة الجميلة تعكس جميعها مناظر غريبة من الدول الأجنبية مفعمة بخصائصها المتميزة. تشبه الحضارة العالمية خيوطا حريرية ملونة، وتشبه الجبال الشامخة والأراضي الواسعة آلة نسج تعمل بلا انقطاع مع هبوب الرياح شرقا وغربا. خط العرض وخط الطول، الخيوط والطرق، الماضي والحاضر، نلتقي بكم ونلتقي بأنفسنا على الطريق القديم في الصحراء.